التكوين كيجتمع فيها التمويل كيجتمع فيها المواكبه كيجتمع فيها واحد مجموعه ديال العناصر والعمل الجيد والمشروع الجيد. ولذلك في هذا اليوم نتمنوا على ان يكون منتج بالنسبه للفلاح والمقاول الفلاح من اجل ان يزدهر. وايضا انا باعتباري عضو اللجنه الاقليميه للمبادره الوطنيه للتنميه البشريه ايضا السيد عامر صاحب الجلاله يدعو الساده الفلاحه وابناء الفلاحه لادلاء بمشاريع. اذا لم يكن الفلاح مكون عن طريق الرقمنه وعن طريق المقاوله لا يمكن له ان ينخرط في هذا المشروع، واذا نحكم عليه بالفشل من بدايته. ولذلك هنا هذه فرصه طيبه من اجل ابناء الفلاحه ان يعني يجيو لهذه المشاتل ديال المقاولات ويتقلبوا، لان دابا المعلومه او حتى الناس ديال الفلاحه تقلبوا على الفلاحه وتقلبوا على ابناء الفلاحه من اجل التكوين ديالهم، لان النجاح هو مشترك ليس فقط للفلاحه والابناء ديالهم ولكن هو ايضا للمؤسسات يعني المشتركه معهم، لان هذه عمليه تشاركيه كيجتمع فيها واحد المجموعه ديال العناصر من وزاره الفلاحه من العناصر ديالها لا الاستشاره الفلاحيه ولا جميع العناصر اللي كتشتغل في الفلاحه. وحنا اليوم داعمين كرفه فلاحيه لان كنمثلوا الفلاحه وكنمثلوا الابناء ديال الفلاحه، كنبنيو على هذه المبادره اليوم وكنتمناو تكون النتائج ديالها طيبه وتكون بدايه استمرار الجولات وتكوينات مستمره ليس فحسب دوريه او دائما وابدا، من اجل ان يكون الانتاج المرجو من لدى الجميع. وما يطمح اليه صاحب الجلاله حفظه الله وتكلم في الدوره البرلمانيه عن المقاولات ومنها مقاولات الفلاح ايضا يجب ان نطور الانتاج. وكان لدينا مثال في عافانا الله وعاف العالم من كوفيد 19 اللي كان العالم كيبحث عن القوت اليومي ديالو داخل الدوله ديالو، فاحنا اذا كانوا عندنا فلاحه ومنتجين صاهرين على انهم يكونوا كينتجوا داخليا بواحد الوفره وبواحد هذا كنقول الحمد لله حتى لا تمنى ان يقع اي مكروه في العالم، ولكن نكونوا مطورين ذاتنا بعدا. فهذه فرصه طيبه الحمد لله، نتمنى انها تكون عند الصدر طيب داخل الجهه ديالنا وعلى صعيد المملكه ككل، وتكون واحد اللي يتحدد لها النهار ويتعين باش هاد الشباب يكونوا ان شاء الله على موعد، اما يكون في الصخيرات مثلا في تماره في سيدي حيا في عين عوده يكونوا كاع او يوم يجمع مثلا الصخيرات في تماره ويوم يجمع سيدي حيا عين عوده باش يكون في واحد كل مكان القرب من 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 الشعب من هذا كيكون المقاول اللي باغي المقاوله كيكون كتكون الانتاجيه يعني فهمتوا كيكون الاقبال، سينو راه ما غاديش يكون هادشي اللي كان غير كاين واحد القضيه في هذا الشاب المستثمر كيكون كيدير ليه مثلا الوالد ديالو وكاله او كذا في واحد العقار اللي هو مرهون وكيكون ذاك الرهن يعني تقاضى بمعنى كي خاصو ياخذ ذاك رفع اليد، فانتم بما انكم مستثمر كتساعدوا المستثمر القروي انكم تشرفوا على هذه العمليه ديال ذاك رفع اليد لان كتكون منتهيه اصلا. التعقيدات المسطريه في هذا الباب راه الفلاح راه كيشكيو منها جميعهم ان دا ملي كيبغي ياخذ ذاك الامان اللي ذاك رفع اليد كيوحل، فانتم كبوابه ديال المستثمر الاستثمار وهذا تساعدوه اولا في ياخذ ذاك رفع اليد لان الكريدي راه تاتى ذاك القرض تاتى كل شيء فتاخذ بعين الاعتبار هذه المساله. بالنسبه للتمويلات ذكروا لي بعض الاخوان قبل ما نجينا او كانوا هنايا على ان الواقع راه يعني ربما كاين معامله اخرى ربما السيرلو يعني في عين المكان كيكون ربما واحد الشيء من البعد في التواصل، فالعمليه كنحثكم عليها انكم تكونوا قراب من ابناء ديال الفلاحه. هو ما فاهمش راه لو كان فاهم ما غاديش يجي يدير خاص يكون واحد التبسيط مساطر الى ابعد الحدود باش يكون باش يولج هذا العالم ديال المقاول. القرض الفلاحي تنظن الدور ديالو ماشي غير يساعد المقاول الصغير حتى المقاول الفلاح لان كاين الفلاحه اللي عندهم اراضي عقارات اللي كتسوى يعني مبالغ كبيره ملايين ديال الدراهم، فبالتالي خاص يكون المواكبه ديالهم والتمويل ديالهم على هذا القدر المشاريع. ما شرتيش في التدخل ديالك في هذا النوع من التمويلات، كنتمنى انك تشير ليها على مشاريع ضخمه يكون لا هذا الشيء ديال الصدير والصدرات لا المسائل يعني جميع التحول دابا احنا في العالم احنا في العولمه خاصنا نكون منفتحين على الجميع، نتمنى يكون اشاره لهذا المجال. شكرا. انا مخلصه للدوله مثلا الكورنا او هذه اوتوماتيكمون مارشي عندي. ما كيبقاش داخل في ما كنهضروش دابا عن انطلاق كنهضروا على مارشي لا دابا حيت دابا حيت انا انطلاق انا سمعت بان 10 المليون درهم دونك هنا نقصنا 120 مليون. انت رقم اللي عمال ديري شحال؟ شوف الدفتر تيوصل 600 مليون في العام. 600 مليون ديال الدرهم؟ 600 مليون 600 ألف؟ اه يعني ما كملش 1 مليون ديال لا
انا اللي صرحت لنا هو ان رقم المعاملات ما خصوش يكون 10 مليون درهم، انت هي مستوفيه الشروط ديال الطلاق ما فيهاش 10 مليون درهم في رقم المعامله. الطلاقه البلافون ديالها هو 120 مليون سنتيم، 120 مليون فهمتي؟ ما يمكنش تفوت 120 مليون. دابا في لوكا ديالك يمكن لك تطلبي الكميات ولكن في حدود 120 مليون. غير هو باش نحطك في الصوره، هو ان الانطلاقه هو قرض استثمار. شنو هو قرض استثمار؟ قرض كيفينونسي كل ما هو انفستيسمون، يعني لاميناجمون، الاصلاح، ليكيبمون ماتيريال، يعني باغي تشري بيروات، بيسي، باغي تصلح، باغي يعني كل ما هو انفستيسمون، يعني كل ما هو مثلا فون دو رولمون ستوك، مثلا الناس اللي تدير البيع والشراء في السلعه، ستوك ما كيتفينونساش في الكادر ديال الانطلاقه. مثلا بالنسبه للناس اللي باغا تشري غير طوموبيل ولا غير كاميو ولا هذا، كنمشيو معاها ولكن بواحد الصيغه واحده اخرى، لان الا جا كلشي يطلب مثلا طوموبيل في الانطلاق ما كيولي كريدي ديال الطوموبيل، ما كيبقاش كريدي ديال الناس. دابا في هذا لو كاب ديال دون بروجي جلوبال، يعني عندك مشروع، عندك شركه، وعندك هذا، يقدروا يمشيو معاك ولكن ا كونديسيون ان تكون الكميوات تجيبي فيهم واحد لابار دوتو فينونسمون اللي تكون شويه مهمه. وتكون حلول انطلاقا منه. كاين المديريه ديال الفلاحه اللي هي حبلى، يعني مجموعه ديال التمويلات، مجموعه ديال سمو، ما نحصروش البوسطة في واحد الجهه، حنا الافاق مفتوحه. وقلتي كاين مازال البلاد اخت قالت مازال فعلا، هذه يلاه البدايه، راه الافاق الان منطاقه عبر العالم بدات، يعني سواء كان داخليا او خارجيا، فما بقاش ديك المقاوله كما قال السي علان، حنا يعني باغي نشتغلوا في افاق اكثر من هذا الشيء، يعني فهمتي؟ فباغي عوض ما نشتغلوا في 120 مليون كحد اقصى، غادي نشتغلوا في ملايين الدراهم، بل معلاش الملايين الاستثمارات هي هذه، القرض في الاخير هذا هو الدور ديالو. ولذلك بغيت تقول تفتح الافاق باش ما تخليش الامر محصور، يعني لا روح حجر واسع، يعني الامر واسع اننا باش نشتغلوا حنا ك يعني غرفه فلاحيه، هذا هو الدور ديالنا. اننا نوقفوا جانب الفلاحه بجميع يعني العناصر ديالهم، يعني سواء كانوا فلاحه مباشرين اللي هما الفلاحات، او في اطار تعاونيات، او في اطار الشركات مقاولات، او من اجل مع المواكبه، لان الشيء الانسان محضر ما غاديش، او جهه وحده ما كاينش غادي، هذا تعاون. احنا واحد مجموعه مشتركه الان، مؤسسه القطاع الفلاحي اللي هي شركه اساسيه، مجموعه الاستشاره الفلاحيه اللي بدونها ما يمكنش تكون هذا القطاع الفلاحي عنده واحد الركيزه وواحد الانتاجيه. الناس ديال المديريه ديال الفلاحه اللي هما راهم يعني بمثابه يعني المؤطر ديال هذا الاسم، والخبراء ايضا، الخبراء هما عنصر اساسي في هذه العمليه، لان هذه عمليه المواكبه. المواكبه باش غتكون الى لان كاين تقنيات جديده، كاين عمليات جديده، فما هذا التشنج ما عندوش علاش، بمعنى احنا جايين نكونوا يد واحده من اجل ان نطاقوا البرنامج اللي سميتو انطلاقه، ناخذوا منه هذا المصدر هذا باش نطاقوا الامام ان شاء الله من اجل المغرب افضل، وما يطمح اليه صاحب جلاله نصر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لكم موقع مساء الجهة، سعيد الهلالي ممثل الغرفة الفلاحية عن دائرة خيرات الصباح، وأيضا أحضر عن نيابة عن الغرفة الفلاحية اليوم بهذا اليوم بهذا ورشة عمل حول المقاولات، والتي هي يعني نشكر المدرسة الفلاحية على الاستضافة فيها، ونشكر يعني المنظم الجهة المنظمة وهي المديرية الجهوية للاستشارة الفلاحية. نشكر السي زكي بالنيابة حاضر اليوم، وكنشكروا جميع الاطر اللي جات لمؤسسه القطاع الفلاحي، ولا يعني المديريه الجهويه للفلاحه، ولا جميع ولا الخبراء الذين حضروا من اجل اغناء هذا الحوار، ومن اجل يعني من اجل الفلاح. كل هذا يصب في اجل الفلاح من انشاء المقاوله وتطوير ذاته وتطوير انتاجه وولوج السوق من ابوابه الواسعه، لا فقط منتوج سنوي او مدخول سنوي او نصف سنوي، مدخول على طول السنه ويومي، من اجل مدخول بمواصفات مدروسه علميه عن طريق شركات مقاولات مؤسسه على اسسها التي ينبغي ان تكون عليها. وهذا كله الحمد لله ما يطمح اليه صاحب جلاله الملك محمد السادس نصر الله، في ان يكون مغرب افضل، لا من حيث المقاوله ولا من حيث الفتاع الشباب وما يريه للشباب، وديعتهم بالخصوص هذه المقاولات تهم الشباب الذين هم الان في مقتبل العمر، من اجل يعني الولوج الى عالم الشغل عن طريق مقاولات وعن طريق، وهذا هو الغرض من هذه الورشه اليوم. كانت يعني حقيقه غنيه بالافكار وبالحوار،
وبال يعني وحتى يعني عرف الحوار نوعا ما من الحدة من أجل يعني فقط تطوير المعلومة وتطوير الفكرة وإيصال الفكرة، ومن أجل أن يكون يعني الفلاح والفلاحين جميعهم يعني في قلب سوق العمل وفي قلب سوق الشغل من أجل إنتاج أفضل ومن أجل مقاولات ناجحة لا تعرف للحدار، وتعلم أنا أن المقاولة أي مقاولة هي محفوفة بالمخاطر، وهنا كانت هذه الورشة من أجل يعني تجنب ما يمكن تجنبه من هذه المخاطر، يعني عند يكون المشروع ناجح بحول الله يتجاوز 90% من نجاحه، وهذا لا في حيث التمويلات ولا في حيث المواكبة ولا من حيث كل هذا كان حاضرا في هذه الورشة من أجل هذه العناصر المشتركة جميعها، ونتمنى أن تحقق الأهداف المنتظرة منها ويكون موسم أول الفلاحي إن شاء الله بحول الله خير على الفلاحة جميعهم، ونسأل الله التوفيق. نعم نعم سيد المشير الوقت الحالي لجهتي الرباط الصناعي والعقار في مداخلتكم مرونة بالمرسل شيئا الفلاحية توجهتم برسالة لخلق تعاونيات ومقاولات ومن أجل التنمية المحلية. فعلا السي الواقفي، وأشكرك على هذه الملاحظة، يعني أولا أريد من خلالها أن أوجه الشكر والتحية التقدير للفلاح الذين ضلوا في أرضهم وصمدوا وأنتجوا ويعني وساهموا في إنتاج المحلي السوق المحلية والوطنية، ويعني حقيقة وهناك من يصدر منتوجات حقيقة أوجه لهم الشكر والتحية التقدير خاصة مني لهم على ما بذلوه طيلة هذه السنوات. والشباب هو الخلف ولا بد الاستمرارية، وتوجهت بهذا داخل الحوار من أجل تشجيع الشباب ومن أجل الوقوف إلى جانبهم ومواكبتهم من أجل أن يكون الخلاف والاستمرارية في الجودة، ليس فقط الخلاف من أجل توريد ذلك المنتج أو ذلك النشاط، لكن من أجل تطويره من أجل من بشكل ذاتي إلى مقاولة هي مشغلة أيضا، ويصبح مقاول مشغل مجموعة من الشباب أيضا معه ومواكب لهم، وهذا هو كل ما نريده إن شاء الله للمغرب الأفضل، وهذا دورنا التنبيه ويعني والحث والوقوف بجانب الفلاح، وأعتقد من أجل هذا انتخبنا وأسأل الله التوفيق. مجموعة من الملفات ومن الإشكاليات طرحها مجموعة من المتدخلين ومجموعة من الأسئلة توجهت للغرف الفلاحي ومختلف المتدخلين في القطاع، ثم في الغرف الغرفة الفلاحية، هل ستواكبون خلاصات هذا اليوم الدراسي؟ بدون شك، وهذا دورنا من سواء كان في هذه الورشة أو من غيرها، لأن دورنا هو طرح مشاكل التي يعانيها الفلاح بشكل عام وبشكل خاص، وهناك ما يحدث بشكل خاص داخل هذه المقاولات ومشاريع خاصة، هناك عراقيل طبيعي يكون ملف مختلط فيه مجموعة من الوثائق ومجموعة لا بد أن يعرف نوعا من التعثر، دورنا الوقوف بجانب المقاول الفلاح وبجانب والتنبيه مع جميع المؤسسات الأخرى من أجل أن ينال هذا المشروع يعني التصديق والخروج إلى حيز التطبيق من تمويل ومواكبة ومن جميع عناصر مشتركة التي رأيتم وتتبعتم معنا فيها.